هذا المعاد والكلام يعني ابن تيمية وقيم الجوزية كلهم عاشوا مع الصوفية. مدفون في مقبرته الصوفية ابن تيمية. الله بدمشق صح. وصلى عليه ابن رجب وصلى عليه. محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي شمس الدين أبو عبد الله بن قيم الجوزية الإمام الحافظ الشيخ الإسلام البارع الجهب الحبر الجهب ذو البحر العارب بالله وتدل معرفة وتدل معرفة على رقيها في شرحه تدل معرفته يعني على رقيها في شرحه على كتاب طبعا منازل السائرين السائرين للهروي في 3 مجلدات وهي منازل السالكين بينما قام إياك نعبد وإياك نستعين وهو قوي الذوق عظيم المعرفة بارع السلوك والمنازلات هو منازلة. كتاب زاد المعاد وكتاب اللي هو قلنا عليه أفن هذا بس اللايت أيوه خلي جنبك سيدي زاد المعاد وكتاب له تاني سبحان الله كنا بنتكلم فيه من كم ليلة المنازلات يعني في المناظرات أيه. مثل الوالد مع عبد الله السبت وعبد الرحمن الخالق سيد السلطان هنا من كراماتي كان قد رؤية قبل موته بمدة الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله في النوم وسأله عن منزلته فأشار إلى علوها فوق بعض الأكابر ثم قال له وأنت كنت تلحق بنا ولكن أنت الآن في طبقة ابن خزيمة الله ترجمة ابن رجب هاي ذيك اليوم قلناها طيب لا أقولها ثاني الكتاب الثاني اللي هو له ومشهور به اللي قال فيه إن الوصية بآل البيت لا تعني الخلاف ما قالش كتبه هو لا بس إن ابن تيمية والله الوحيد اللي مر عليه كان يحبه طيب كمل شكرا سيدي خليني بس أصفح صفحة جديدة